ومن ماركة بلزانو الإيطالية، هي الماركة الرائدة في الشرق الأوسط لمنتجات الطبخ التي تستخدمها صاحبة البيت. عندنا الخلاط المتطور لطحن وخل جميع أنواع الفواكه وتحضير العصائر وأيضاً السوربي وأنواع الصلصات والشرب، عصائر صحية وطازجة 100% بإمكانك صاحبة البيت أن تستخدمها. عندنا تحضير للشربات والخضروات، بإمكان ست البيت أن هي تطبخ مختلف أنواع الشوربة وتحضير الحساء بمختلف أنواعه. أيضاً بإمكاننا نحمل أنواع مختلفة أيضاً كمان من السوربي. هذه الماركة الإيطالية المميزة، وعندنا طبعاً اليوم هي الخلاط الجداً متوفر عندنا. عندنا العرض لليوم الواحد فقط، هو عرض جداً مميز. عندنا في عرضنا لليوم عندنا المميزات لهذا الخلاط الاحترافي والخلاط الذكي. عندنا زي ما انتم شايفين الخلاط عنده بسعة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين، ايضا خلاط ذكي بشاشة LD زي ما انتم شايفين. عندنا انواع مختلفة زي عندنا السموثي وايضا تحضير للشربة، وفيها طبعا تايمر، وهذا هو الشيء المميز في خلاط بلزانو. يجي معاه كمان الكوب او الوعاء من النوع البلاستيك اللي بيكون جدا قوي ونوعية جدا فخمة زي ما بيقولوا، معاها غطاء بإمكان نحن نستخدمه وممكن نفتحه من هنا ونشربه. أيضا معانا الهدية اللي معانا لليوم اللي بقيمة 129 ريال سعودي، أيضا بغطاء ووعاء. طبعا هذا كل العرض اللي عندنا، هو عرض ليوم واحد بعرض جدا حلو ب 349 ريال سعودي، عرض كثير حلو لليوم بكميات محدودة وكميات موجودة لليوم، فقط 24 ساعة لليوم. استغلوا الفرصة. معانا الشيف طلال، اهلا وسهلا فيك. أهلا يا عبير، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ من زمان عنك. طبعا اكيد اكيد، اهلا وسهلا فيك يا عبير. واليوم نحن راح نشرح لهم على الخلاط اللي موجود عندنا بكل بيت. كل ست بيت بتقول انا عندي خلاط، ليش تغيره؟ ليش تجيب خلاط احدث او ليش تجيب خلاط ثاني؟ هل الخلاط اللي موجود عندك انت بتعرفي انه كل شهرين تقريبا بدك تغيريه؟ هون راح فرجيكي انا الخلاط، نحن حاطين نفس المكونات الخلاط. ها لا ما ادري ايش الخلاط. طبعا كثير ناس بيعرفوا شو عملت انا هسه، هاي الضربه. طبعا كل حدا بده يعمل على الخلاط عصير او بده يعمل عليه اي شيء بيخطر على باله. هون طبعا خليني انا شغل الخلاط الثاني لفرجيكم على شغلي. هون طبعا هذا الخلاط كثير كثير حلو. الكبسات اللي عندي انا هون موجوده، الكواليتي اللي موجوده بالمطاعم والاوتيلات، هي عبير صار نحن عندنا كواليتي كثير كثير عالي للخلاط. نحن اذا حاطين الجار الكبير عندنا بيجي ال شيب بيشتغل عندك من هون، من اكسترا سموثي لحد عندك انت هون البالس، كله هاي بيشتغل عندك. بس اذا شغلت الجار الثاني بيشتغل عندك اثنين هذولي. هون نحن بدنا نحطه على الفروت. طبعا بنكبس الجهاز، شوفي عندي السرعه، كميه الخل جدا قويه. نعم هذا هو هذا المميز. طبعا هو اللي بنقول للمشاهدين انه هو عدد الدورات بيعمل 23,000 دوره في الدقيقه. عبير الحلو عندك انت انه الجهاز بيشتغل لحاله، بيطفي لحاله، وهو هذا المميز فيه. هون اوكي راح اشرح لهم على شغلي انا بتصير عندي انا بالجهاز. هون عبير مثل ما نحن شايفين هون الشفرات اللي عندي شفرات كثير متطوره، والجهاز كثير ذكي بيشتغل. بعدين هون راح نطفي الجهاز، نحن ما راح نستمر ونكفي عليه، خلاص انا اكتفيت بالقدر اللي عندي هون، طفيت الجهاز. طبعا الجهاز بيشتغل لحاله، ليش بيشتغل؟ شوي بيضرب الفواكه كلهم ليقطعهم مثل ما شايفين. عندي الشفرات كثير كثير متطوره وكثير حديثه، من شان ما تخلي عندك اي شيء من الخضار والفواكه. هون طبعا راح فرجيهم اني بعد شوي، خلينا نشوف المقارنه بين الخلاط هذا الاحترافي تبع بلزانو وبين الخلاطات اللي عندنا في البيت اللي نشوف كيف. طبعا شوفوا معانا هنا، طالعوا بالكاميرا كيف هنا. طبعا في فرق جدا كبير عبير. يلا هون انا ظل عندي شوفي هون
راح اقول لك شغلي هون عندي مايكم بالفواكه والخضار ليكي وين طلع عندي انا هون على الصوره صار فيكم تطبخوها مع شويه فليفله وبصل صاير شكلها مثل العصوره شوفي هون عندك انت بس مي نزل لتحت عندي انا هون عبير اذا شفنا عندي هيك شوف 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 تقريبا ولا شيء ولا شيء مش تقريبا 100% ولا شيء هالي بقى عندي انا هون ولا اي شيء ولا اي شيء ما عندك اي شيء انت يعني كله شوفي لون العصير عن انواع كثيره من انواع العصارات اللي ممكن تستخدميها عندك في البيت في انواع كثيره من العصارات اللي بنستخدمها تقليديه جدا بتكون او خلاطات جدا بتكون ما لها نفس الافكت او نفس النتيجه أكيد. اللي بالنسبه للخلاطات الاخرى هوني عبير مثل ما نحن شايفين كنا نشوف الشفرات هاي اللي موجوده بالخلاطات القديمه شوفي هاي الشفره اللي موجوده هذه اربعه تقريبا الخلاط القديم وطبعا هاي منا حاده كثير وبتخرب بسرعه هون عندي مثل ما شفنا مثل ما حكينا نحن على الشفرات اللي عندي هنا عندنا اللي هي ثمن شفرات عندنا طبعا قوه الموتور 15000 واط عبير ومثل ما شايفين الشفرات الكثير كثير قويه 23000 دورة بالدقيقة يعني شو بدك أحسن من هيك نحن كشفية احترافيين بنشتغل عليه للخلاط ها بالأوتيلات بالمطاعم بتشوفي موجود هذا الخلاط هذا الخلاط أساسي يكون بالمطعم لتعملي عليه الصلصات والصوصات واللي بدك اياهم طبعا هذا كل هذا بعرض جدا مميز وعرض كثير حلو ولا اروع لمده يوم واحد فقط ب 349 ريال سعودي، عرض ولا احلى اللي نحصل فيه على الخلاط الذكي الاحترافي اللي متميز بثمان شفرات من الستانسيل اللي بيكون من طبعا حاد جدا مو زي وطبعا بعده عده زوايا. هلا انا عندي شوي هون الثلج اللي موجود عندي شوفي ما احلاها شوف هاي الثلج اللي عندي هون شوفي طبقات عندي جزر عندي برتقال وعندي مثل ما انت شفتي هون عبير الفواكه طيب شوف خلينا نشوف طيب أيوة. دحين احنا لما نستخدم هذا الوعاء المختلف عن الوعاء الاول ايش راح يصير هنلاحظ انه في اختلاف اكيد هون نحن مثل ما شايفين نكبس الزرها عندك انت الاضاءه بس بتشتغل على الاثنين هون عندك انت نوتري وعندك السموثي فقط بس أيوه. بتشغلي بدنا ناخذ نحن هون شوفي خلينا نقول نوت شوف واو يا جماعه انا راح فرجيكم اسا على شغلي هون راح فرجيكم على شغلي انا طبعا مثل ما انتم شايفين عندي انا هون هذول الثلاث نتوءات اللي عندي موجوده عبير هون لتبدي فيهم ليشتغل عندك الخلاط مثلا يعني انا اسا اذا عملت هيك اذا شلته وحطيته بالشكل ها نفس الشيء راح يشتغل عندي الجهاز ما عندك اي شيء خافي عليه او يوقف بالجهاز وهي مثل ما نحن شايفين عندي كل شيء اني العصاير انطحنت وصارت الفواكه كلياتها راحت نحن عندنا فواكه كثير كثير قاسي وطبعا حطينا الليمون حطينا البذور تبع الليمون حطينا الحامض كله موجود عندك انت جوا هون ومثل ما نحن شايفين خلص خلصنا راح نطفي طبعا اعطانا عصير جدا فريش وطبعا خلينا نحطه ونشور المشاهدين كيف العصير طبعا والفواكه كلها انطحنت وصار عندنا عصيره طبعا هذا بنستبدل به من العصائر اللي بتكون موجوده في الاسواق عصير فريش بسرعه ما ناخذ وقت طويل احنا ممكن مثلا نسويه ونمشي ونروح بعيد ونلاقي خلاص هو تسوى بنفسه واو حتى شكله حلو لونه حلو وريحته مره حلوه هون طبعا شوفي الكميه اللي بقيت عندي انا بالجهاز كميه كثير كثير كبيره طبعا كبيره كل شيء عندك انت انطحن وصار مثل ما انت بدك هون بنجي لشغله كثير كثير حلوه وهي السموثي طبعا نحن حاطين انت حره تستخدمي لبن الزبادي او تستخدمي الحليب نحن حاطين الفواكه كلها المفرزه هون شوف 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 انت حره اذا بتعملي الكميه اكيد طبعا تعملي كمية جدا كبيره هون نحن رح نكتفي بهذا القدر من الحليب مشان يطلع عندي سميك شوي السموثي كل الفواكه عندنا في البيت نقدر نستخدمها سكرنا جهاز عبير شوفي هون يلا شوفي ورينا السموثي شوف 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 هون ها شايفين عندنا احنا هي دقيقه شوف هو من نفسه بيشتغل وبعدين راح يطفي طبعا هذا جدا سهل لصاحبة البيت بدات الحياه دحين السريعه عبير
شوفي السموثي عندي صار جاهز، طحن السموثي صار من اول طحنه ما شاء الله لقيت انه هو شاء الله هذا خلاط خلاط عن جد عمليه سريعه كثير كثير حلو ولازم يكون موجود انت عندك بالبيت لانه خلاط لمدى الحياه لمدى الحياه والحلو كمان فيه اللي هو ذكي عارف اللي هو خلاص يختصر لك وقت بدل ما تقعد انت مستني هون طبعا الثبات عندك على الطاوله انت يا عبير حتى اذا حاولتي تحطيه على الطاوله ثباته عالي لانه نحن عندنا تحت اكتام من السيليكون طبعا فرجيكم عليهم بالجهاز الثاني هون شوف هذول اربع قطع السيليكون بتسهل بتسهلها شوفي يلا واحد اثنين شوفي نحن عندنا بعد بده سبع ثواني جهاز بيوقف لحاله بيوقف لحاله هذا هو الحلو فيه انتهى وعلى فكرة هذا جدا بيسهل لصاحبة البيت بدل ما تقعدي تستني وخلص وما خلص لا ما شاء الله سريع وبيوفر وقته بالذات مع إيقاع الحياة السريع اللي احنا عايشينه وإيش أحلى من سموثي صحي جدا 100% فواكه كلها عندك في البيت واو إيش هاللون الحلو شيف إيش هاللون الحلو بس اللون الحلو بس شفتي عندك كل شيء مطحون ما في عندك شوفي هون شوفي شوف الكمية الكبيرة اللي عندنا اللي ممكن احنا نسوي فيها سموثي واو فعلا نحن واو نحن ما عبينا الجار كمان كامل احنا عملنا على فكره من تقريبا نص تقريباً اقل من النص شوي أيوة. انا معيرهم كمان اقل من النص كل هالكميه بس في النص هون مثل ما انتم شايفين ها 700 امال وعندكم كاسي ثاني بس من واو. اقل من ربع الجهاز هون شوفوا بدل ما انتم تعملوا تروحوا على الكافي او تروحوا وين ما بدكم لتشتروا السموثي او تشتروا العصاير صار فيكم تعملوها وتاخذوها معكم جماعه الدراجات صار فيكم كمان تاخذوها معكم لانها بتركب عندكم بتبعيه البسكليت شايفين هذا الخلاط الاحترافي الذكي كل هذا بسعر جدا مميز ب 349 ريال سعودي عرض فقط 24 ساعه هو في عرض ليوم واحد الخصم عندنا 56% حاولوا انكم تستغلوا العرض هذا اللي كثير حلو والكثير مميز في هذا الخلاط بلزان والخلاط الاحترافي الذكي بشاشه الاي دي اللي بتعطيك تايمر معين جدا حلو الصراحه خلينا نشوف معانا مين ايش عندنا كمان الشوربه الشوربه طبعا نحن حاطين هون المي السخنه وهذا طبعا اكبر دليل على انه المي السخنه شوفوا البخار اللي عندي موجود على الغطاء هوني طبعا رح بس شغل الجهاز سلقنا الخضره وحطيناها هون وما عندك انت تهكلي هم اي شيء هون موجود عندك انت شوفي هو التايمر بس طبعا هذا احلى شوربه خضار في ثواني زي ما يقولوا على فكره بديكش تستني الوقت ها لمنك تطحني الشوربه هاي عندك انت الشوربه جاهزه بالوقت الحالي صارت جاهزه عبير شوفي هو بيطفي لينزل البقايا مثلا اي شيء كان عم يقطعه او بيفرمه بيطلع لفوق او بياخذوا الدوامي بتاخذه لفوق فهو بيوقف ليرتب كل الخضره لتحت بعدين بيضربهم ضربه واحده انا صار فيني اكتفي بالوقت اللي عندي فيني اكتفي بالوقت واو. هذا مثل ما انتم شايفين فعلا واو يلا واحد كل الخضار اللي انتم حابين تحطوها بامكانكم تحطوها خلص خلصنا يلا ورينا شيف الله يا سلام لو تشم شوف ريحه شوف الخضار شوف اللي موجوده شفتي البخار شايفه البخار شوف يعني شوف توفير شوف للوقت تقدر تحطي خضارك وتروحي وتسوي شغل اذا عندك شيء ثاني بالمطبخ تلاقي شوربتك جاهزه ومطحونه بالطريقه اللي انت تبغيها واو واو يعني والله حلوه والله شفتي العظيم البخار شوف كيف اللي طلع عندي شوف احلى شوربه أيوه. عدس بالخضار يا سلام يا سلام ايش احلى من كده بتوفر وقت لك وتسوي شوربه وسموثي وتسوي كل شيء تقدري تستخدميه في البيت ومن غير ما تتعبي او حتى تقعدي تستني قدام الخلاط عشان كده هو خلاط احترافي وخلاط ذكي يلا ورينا شيء ثاني كمان واو هون طبعا نحن رح نعمل شيء بارد على السريع تشوكليت ميلك شيك هون طبعا مثل ما نحن شايفين راح نحط شوي حليب. من الحليب هون ايوه اوكي شوفي هون وهي شوكولاته جامده أيوة. اوكي أيوة. هون طبعا هاي شوكولاته اوكي هاي شوكولاته باودر صح ايوه هي ميلو ميلو انا بحبه كثير هذا الميلو يا سلام ليش. يا سلام قلت لكم السر يلا قال لكم السر شوكولاته بودرة اوكي هون بنحط شوكليت باودر شوي وهي من الشوكليت سايروب ايوه عافاك يا
يعفو والله لا تكيفوا اللي بيضرب منها بكيف هاي كارملايز ايوه اي والله ما له داعي انك تطلع برا وتقعد حتى في الويكند والله سووه في البيت واجمعوا العائله واقعدوا مع بعض واشربوا اشياء زي كذا على فكره لما تكون انت مسوي هذا الشيء حتى الواحد يشتهي يشربه ويعزم اصدقائه عليه ويقول لهم انا اسوي لكم احلى شيء عشان بيعطيكم شويه الاسرار وين هي اي والله تبغوا كوفي وتبغوا زي حق البراندات العالميه تبعت الكوفي خليكم على بلزانو ما في احسن من كذا خلاط احترافي ولا احلى من كذا يلا جاهزه يلا عليك. انا جاهزه انا متحمسه أيوة. مو جاهزه ها السعد نشوف منه هون شوف هون طبعا عندنا ضوء اثنين هذولي يلا ترحل تعرفوا شو هاي هي ترحل هاي شيء فاخر على الاخر يعني عن جد شوف واحد مشاهدينا خلينا نقارن بالاسعار ما بين الاسعار اللي هي ما بين في المنتجات ايضا اللي بتكون الخلاطات خلينا نشوف مقارنه بين خلاط بلزان والخلاطات التقليديه حنلاقي انه الخلاطات التقليديه ما بتطحن هذاك الطحنه هذه طبعا بحسب التقنيه اللي موجوده بالثمن شفرات اللي عندنا هي صنعه من الستانلس ستيل الخلاط جدا حار بيحرس عندنا لكل الفواكه والخضروات وكذلك الفواكه اللي بتكون صلبه كثير وبيعصر ايضا عندنا وبيطحن عندنا الفواكه والخضار ايضا عندنا بيعمل عمليه تكسير خلينا نقارن ما بين الاسعار في مواقع عندنا 734 649 وطبعا ما في نفس التقنيه ما في نفس التقنيه اللي عندنا موجوده في بلزانو اللي هي التقنيه الذكيه الله يا سلام انت بتغريني على فكره هوني طبعا مثل ما انت شايفه عبير شوفي ما احلاها ليك ليك بس قبل واو. قبل تحيلي شوية عبير انا مش عارف اشرب ده ولا اشرب ده واحد منهم اشربي من اثنين طيبين هيك بتاخذي شوي من الشوكولاتة تعلموا من الشيف شو بيعمل لكم اشياء حلوة عشان تسووها في الويكند الجاي هيك 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 واو. هيك وبتتركيها لحالها شو تنزل شوية. لتحت اوكي شوفي هون شوفي شوفي سلام. شوفي 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 يلا ورينا ليك 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 لك 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 يا هوي كثير طيب لك 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 يا عفو الله واو ولك يا عفو الله واو لك لك تسلم ايدك شيف تسلم ايدك شيف على كل الاشياء اللي وريتنا اياها في ماركه بلزانو الماركه المميزه الايطاليه اللي بتعمل لنا العصر وتعمل الخفق بسعر جدا مميز 349 ريال سعودي عرض اليوم عرض ولا اروع ولا احلى لمده 24 ساعه فقط ب 349 ريال سعودي والخصم 56 تواصلوا معنا وتحصلوا على احسن عرض لخلاط بلزانو الماركه الايطاليه الرائده لمنتجات الطبخ في الشرق الاوسط الخلاط المتطور من ماركة بلزانو لخلط وطحن جميع أنواع الخضروات والفواكه ولعمل السوربيه وأيضا العصيرات الفريش واللي ممكن إحنا نأخذها من مصادر الطبيعة من الفواكه عندنا هو طبعا خلاط متعدد الاستخدامات في شاشة LED ولذلك يسمى هو الخلاط الذكي أو الخلاط الاحترافي ممكن إحنا نعمل جميع أنواع العصائر جميع أنواع الشرب أيضا كمان إنه هو يتميز بأنه ممكن نعمل فيه الشربة وخلط المواد الصلبة جميع أنواع الشرب بإمكاننا تحضيرها أيضا يتميز ب 23 ألف دورة في الدقيقة الواحدة أيضا وهو يتميز أيضا ب 1500 واط في الباور عرضنا لي اليوم لمدة 24 ساعة فقط ب 349 ريال سعودي بخصم 56%